وايد وايد كلنا مغتربين عن سوريا وكل حدا له فترة معينة. بالفترة الماضية يعني أقل من شهر نزلت أغنية اسمها 2052 كيلومتر. ما بيعرف شو 2052 كيلومتر، هي المسافة بين هون وسوريا، بين الإمارات وسوريا. في أكثر من شخص شاركني بالغنية بس للأسف ما قدروا يحضروا ظروف خاصة. في أكثر في غنيتين كمان بدي أقدمهم معاه، واحدة اسمها كافي حل بالحب وواحدة اسمها مدينة دمشق. تحية. بكافي حل بالحب فيها طابع أجنبي وعربي، ومدينة دمشق كمان فيها طابع أجنبي وعربي، بس غنية 2052 كيلومتر هي الوحيدة كلها. بيعتبر في صوت بنت معنا بالغنية، بيعتبر انه هي سوريا والحكي اللي هي عم تقوله عم تقوله سوريا عم تقوله. يلا بس اللي عم نحس برجع عن نفس الشيء عم ينعاد للعرب خزن ما تهيش يعني 48 بس الزمان الزمان عم ينعاد بل كان في أمان هلا صارت كل جوع فقر وعذاب وحرمان حابب أرجع على وطني بل بشلاتي ما أرجع وأبكي عأشتاء ذكرياتي حوفي عما في زفور حاسة ما لقيني لما أن الغربي بالوطن أن الغربي لقيني قتلك بكل شي فيها تسربع مشاعر بكتل بعد عن سوريا قصص معني عم كاذب مليتني مخترق بس بضلها بالقلب البلد حبيبتي والبلد عفر كثير بيشربوا بعض لدين ما ليكتب بالسمع شياطينهم على الأرض أنا حبك عم بعد 2052 كيلو متر لو تعرفي مدى الحزن جواتي مع كتابة كل سطر أنا اللي قضيت 3 سنين بين بعثومة وجرمان فبدل هالعشرة ولو طوابولي شو صار بهامس 18 سنة خدمت قوة عليهم 3 سنين بلدي أنت اللي علمتيني كيف شو بالعينتين اشتغلت ودرست فيكي ما حطيت تكذب بالجرم بس عتبي عليك كيف بتلومني يا ابن الوطن مفكر حكي خرافي لما قلت إني مشروع شهيد بس حاسس سوريا عم بتنادي ارجع يا بيت يا أمي يا سوريا رح أرجع لك وأطلب هواية هيك قبل ما أتركك ما قلت وداع وباي هيك بشوفك لسه كيف بقدر انسى واحلى لحظه فيكي عشتها I'm gonna be the same truth to the best of my sense.
Thank you.